بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ذلك بمعناها العام أو معناها الخاص وتفاصيل ما يتعلق بذلك، لكن طبعا الأحداث يعني في هذه الأوقات أحداث سريعة ومحتاجة إلى وقفات. فأول وقفة نريد أن نقف معها قبل يعني من في الأحداث الجارية، ما يحدث الآن في الجمعية التأسيسية. لا شك أنه يعني إحنا دلوقتي بنأسس دستور، وإحنا كنا كلامنا كتير جدا على هذا المعنى، لكن لابد أن نثير الآن بعض المسائل المتعلقة بالدستور. ونقول أن البعض الآن بينادي حتى بالنص على مدنية الدولة في الدستور، وإلا سينسحب من الجمعية التأسيسية. فكيف نحن وقضية الشريعة الإسلامية وأهميتها في الدستور؟ تفضل شكرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، وأرحب بالإخوة والأخوات الذين يتابعوننا على هذه الشاشة المباركة، شاشة الخليجية. وأقول بالنسبة للجمعية التأسيسية، أنا لفت نظري يعني خبر في جريدة الوطن اليوم بأن بدوي هو رئيس حزب الوفد بيهدد بانسحاب العلمانيين من الجمعية التأسيسية إذا لم ينص الدستور على مدنية الدولة. طبعا يعني نقول يعني ان احنا المفروض البلد بتقرب للاسلام، وواضح ان احنا الناس اختارت الاتجاه الاسلامي واختارت الرئيس اللي رفع رايه الشريعه، فهم عايزيننا نرجع لورا. يعني هو مفيش حياء يعني عندهم. فانا اقول يعني لو حتى يعني احنا رضينا او كما قالوا يعني ان البند الثاني من الدستور هينص على مبادئ الشريعه وليس على الشريعه، فهذه يعني تعتبر هزيمه للاسلاميين وتاخر للاسلاميين، لان كان ينبغي ان يكون مع توجهات الامه واضح ان الناس عايزه الاسلام، وحتى كان النصارى ومش عارف الطائفه الانجليه بيطالبوا بتطبيق الشريعه. لان العلمانيين بيتذرعوا بالنصارى، لان العلمانيين اساسا يعني هم يظهرون الاسلام ويبطلون خلاف ذلك. والا فاين الحرص على الشريعه، واين الحرص على، واين الرضا بالله عز وجل ربا، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هم مش راضيين بشرع ربنا، لدرجه ان هم بيهددوا بالانسحاب يعني اذا لم ينص الدستور على مدنيه الدوله. ومعنى مدنيه الدوله ان يكون نصراني زي المسلم، زي البوذي، زي عابد الصنم، زي اليهودي. وهذا امر طبعا مرفوض يعني. وايضا هم يحاولون الان اخراج الشيخ ياسر من التاسيسيه، سعي ايضا العلمانيين والليبراليين. نقول لان واضح طبعا الشيخ ياسر هو الذي يصر على ايه، ان ينص على الشريعه، او على الاقل يتضمن دستور البلاد ابطال اي قانون يخالف الشريعه الاسلاميه. يعني اذا لم نتمكن، وانا بلغني ان الشيخ الازهر يعني عجبته اضافه هذا الجزء للدستور، ان هو لو ما قدرناش نغير البند الثاني اللي هو مبادئ الشريعه، يخليها مبادئ، ولكن يضاف بند جديد للدستور، وهو ان كل يعني قانون يخالف الشريعه الاسلاميه انه لا يجوز سن قانون. لان في الواقع يعني انا بشوف محلات الخمر دلوقتي كثيره جدا يعني. وفيها مجاهره يعني ما يتناسبش مع اراده الناس والخمور، وهذه الاشياء مش محتاجه تدريج يعني، مش محتاج تدريج يعني. أنا ده يعني حرام واضح، حرام بين، كبيرة من الكبائر. فاحنا نفسنا البلد تنضف من الخمور ومن يعني من العهر والفساد. وايضا موقف الاخوان المسلمين يعني في الجمعية موقف سلبي جدا يعني. لا يختلف عن موقف العلمانيين وعن موقف الكنيسة والشيخ الازهر، بل نفس الموقف تقريبا. فاحنا بنطالب ايضا اخواننا من الإخوان المسلمين أن يكون لهم يعني توجه واضح
ونصرة فعلا للشريعة. والكلام اللي كنا بنسمعه أيام الانتخابات عايزين نسمعه يعني بعد الانتخابات، عايزين فعلا زي ما الناس انتخبتهم عشان الشريعة يكون في فعلا نصرة للشريعة، وأنهم يكونوا يعني مع إخوانهم السلفيين يعني في الوقوف، يعني ما نشوف إصرار الباطل أو أهل باطل على الباطل، وإن بدوي هذا لما يصر على مدنية إما يتركوا، طب إحنا نصر إحنا كمان، يا إما نترك يعني إذا كان وجود الإسلاميين في الجمعية التأسيسية، وهو كم عدد الإسلاميين يعني أكثر من 80 بكثير يعني، طب ما إحنا نصر على أن تنص على الشريعة الإسلامية، أو على الأقل لو أصروا على مبادئ يكون في بند بإبطال كل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية، وإلا يتركوا يبقى بقائهم في وضع الدستور ما فيش له فائدة. يعني إذا لم يستطيعوا نصر الإسلام ونصر الشريعة الإسلامية يبقى يسيبوا يتركوا الجمعية التأسيسية. هو طبعا إحنا عايزين إن يعني نوجه رسالة نقول فيها إن لابد الآن، هو الآن يعني حصحص الحق، لابد من نصرة الشريعة بكل قوة وبكل ممكن ومستطاع، خصوصا ان احنا قلنا بلاش، طب لو كنت واحد اصريتم على عدم تغيير مبادئ الشريعة الإسلامية وان تقولوا ان الشريعة الإسلامية، احنا اردنا الاول ان نكون ان نقول احكام الشريعة، قالوا لا هذا يؤدي الى خلاف، سوف تدخلون في خلافات فقهية، تقولنا الشريعة الإسلامية باحكامها بمصادرها، رفضوا ايضا، قلنا خلاص يبقى اذا اصريتم على مبادئ الشريعة الإسلامية فاضمنوا لنا ان تكون مفعلة. نعم. والمشكلة يا شيخ أن تكون هذه المادة غير مفعلة، وأن يتغول عليها كل هم جايبين كلمة يستطيعون بها التلون والتغول على المادة نعم، وأن هم يفسروها كما يشاءون. إحنا عاوزين المادة تكون مفعلة، أولا بأن ينص بند يضاف بند ألا تخالف الشريعة الإسلامية، ألا يسن قانون يخالف الشريعة الإسلامية، مستوحى من المادة الثانية. وزي ما هم العلمانيين بيهددوا إحنا نهدد برضو، لو ما نصدش قانون على الشريعة أو إبطال كل قانون يصدر في البلاد يخالف الشريعة. إحنا عايزين نصر، يعني إحنا عايزين إخواننا يصروا، وكل التيار الإسلامي يعني يصر على ذلك، مش يبقى مثلا إخواننا فقط في حزب النور ولا السلفيين بس هم واقفين في موضوع الشريعة، لا ده كل المفروض الشريعة دي قضية إيه؟ كل مسلم، قضية كل من يغار على هذا الدين، إنه لازم يقف موقف الناصر للشريعة. يعني حتى كمان شيخنا لو حضرتك يعني تنظر المسألة، إن المادة الثانية دي تسيطر على بقية المواد أيضا في الدستور، فما فيش مادة في الدستور تخالف المادة الثانية، وإلا فيبقى تناقض. نعم. يعني ما يبقاش انت بتصمم بتقول المادة الشريعة، انا ونص على ان المادة الشريعة على حاجات في الدستور، ثم تنص في الدستور على امور تخالف الايه، يبقى اخره ينقض اوله، يبقى اخره بالضبط كده. فده لابد من الايه، من هذه الجزئية. طيب يعني حضرتك دلوقتي كاننا عايزين حضرتك تقول لنا ان احنا دورنا احنا ايه فيما يتعلق بمسألة ال المواد الدستورية، يعني ما يتعلق بالجمعية التأسيسية دورنا ايه في نصرة الشريعة، احنا كما يعني كناسنا اعضاء في الجمعية التأسيسية طبعا دور المشاركين ان هم ينصروا ويقفوا ويثبتوا. طيب والمستمعين والناس ان نقف خلفهم وان نؤيدهم، وان حتى لو خرج الاخوة في مليونية جديدة نصرة للشريعة، لان ما مش حاسين بال يعني العلمانيين بيهددوا وللأسف يعني بيضغطوا، كما قال بعض السلف لقد وبخ الله التاركين الصبر على دينهم حين أخبرهم عن المشركين أنهم قالوا امشوا واصبروا على آلهتكم. لما تشوف أهل الباطل متمسكين بالباطل ينبغي أن نغار على الحق وأن نكون أكثر نصرة للحق. فينبغي أن ينصر الناس الشريعة بكل الوسائل. يعني كان من ضمن المقترحات الشيخ ان المادة دي تنزل للايه، للاستفتاء، يعني حتى هم يرفضون ذلك، يعني حاجة غريبة جدا، لان عارفين الشعب عايز الشريعة. يعني ان هو يرفض الاستفتاء، يعني بيرفض الديمقراطية، يعني بيرفض الاحتكام الى الصندوق او الاحتكام الى الشعب. فانا صراحة هذا موقف عجيب جدا، موقف عجيب. من ولو قالوا ذلك مثلا، لو نزلوها الاستفتاء، أو ممكن يتعللوا بالمصاريف الاستفتاء ويتكلف، ولكن ده أمر مهم جدا. لا ده هو مع الاستفتاء المواد دي تخص بالاستفتاء. يعني احنا مثلا في كم مادة عاملين مشكلة دلوقتي في الجمعية التأسيسية، 3 مواد 4 مواد 5 مواد عاملين جمعية يوضعوا في الايه، في الاستفتاء، يعني الاستفتاء العام بالدستور نعم او لا، وهذه المواد بالذات تستفتى عليه.
تنزل للشعب يستفتى عليها. ايه المشكله؟ مش انت بتقول انا عايز ارجع في النهايه للشعب، وانا بقول ان الشعب هو السلطه مصدر كل السلطات بتاعتهم، احنا مش احنا ومع ذلك هو لا يريد ان يحتكم الى اليتها. يعني العجيب، هذا تناقض عجيب يدل على ما في قلوب الناس من بغ. هي المسألة حاجة واحدة بس، إن أنا مش هم يبغضون الشريعة، أو في الحقيقة يريدون أن يحجموا هذه الشريعة، وأن هم ده نتيجة للبغض. نعم. ده نتيجة لإيه؟ يعني هو مش عايز الشريعة، مش راضي بالله ربا. نعم. وبالإسلام دينا. فموضوع الاستفتاء ممكن كده حاول أن تتكفرونا. يعني احنا لا ما بنكفرش، احنا بنقول احنا بنحكم بظاهر. أنت مش راضي بالشريعة وبتهدد، يعني فنقول ان احنا لنا حكم الظاهر، فالظاهر ان انت رافض للشريعة. نعم. ونقول له لابد ان تراجع نفسك في هذا الباب، لانك لازم ترضى بامر الله سبحانه وتعالى وترضى بشرع الله. مش هيسلم له دينه. نعم. اذا لم يرضى بالشريعه. نعم. طيب دي مساله طبعا في الجمعيه التاسيسيه، والملاحظه شيخ عشان بس نسجل دي لاخواننا وينتبهوا ويلتفتوا اليها، ان ما في قناه الان اعلاميه إلا وهي تتكلم على الدستور وتطرح قضية الدستور والمدى الثانية، وتتكلم على مدنية الدولة، وتتكلم على بنود الجمعية التأسيسية، بينما كثير من الإسلاميين في غيبوبة، يعني في بعيد تماما، يعني غير حاضرين في هذا المشهد، يعني من الناحية السياسية، بينما الإعلام الموجه، الإعلام الذي له أجندات واضحة، أجندات معروفة، بيركز جدا على هذه القضية. فدورنا احنا ايه في هذا الباب حتى كيعني كاعلام اسلامي؟ هو طبعا احنا الابواق اللي معانا مش زي الابواق اللي معاهم، يعني. نعم. يعني احنا بنخاطب مثلا يعني كاعلام اسلامي عدد اقل بالنسبه لل، ولكن هو دايما الباطل حتى لو اسبابه قليله بوجد، يعني من لو ان الحق اسبابه قليله ولكن الحق نفسه له نور. و يعني شوف اخواننا في سوريا بالاسلحه الخفيفه وكده، والتانيين معاهم الدبابات والطائرات، واخواننا يكبدونهم افدح الخسائر. يعني فليه؟ لانهم مع الحق. فايضا الاعلام الاسلامي حتى لو ان وسائله وامكانياته الماديه ضعيفه، ولكن مع الصدق وبذل الجهد، كما قال عز وجل: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. من قوة، يعني هم تبذل يعني ما في وسعك، فلا بد من بيان محاسن الشريعة، لا بد من أن تتضافر جهود الإسلاميين جميعا والمسلمين جميعا على يعني إبراز أهمية التحاكم إلى شريعة الله عز وجل، وإن سعادة العباد في رجوعهم إلى شريعة الله عز وجل، تعرية الباطل وكشفه. أنا بالنسبة للإعلام اللي بتتكلم عنه، أنا كنت عايز أنصح بس النصيحة لإخواننا الدعاة اللي بيظهروا على يعني القنوات. أنا كنت هتطرق مع حضرتك لموضوع الإعلام، ويعني ده برضو بيبلور دور الإعلام. أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال متعلق ببعض الحلقات وببعض البرامج اللي بيخرج عليها الأفاضل. في بعض القنوات بتبقى برامج معدم من قبل ومفخخة وغرضها هادفة إلى إسقاط هذه الرموز. إلى محاولة تشويه سلطتها، المحاولة إلى صد الناس عنها. فكنت عايز أعرف رأي حضرتك في هذا الموضوع إجمالا، ثم أخص بعض الحلقات بالذكر. أنا طبعا ما عنديش إلا ما بشوفش الحاجات دي، يعني برحمة ربنا بيا، ولا أوافق على الظهور في أي قناة يعني لم تؤسس على التقوى، ولكنها أسست على نشر الإباحية، أسست على تشويه الإسلام وتشويه الإسلاميين. وأنا أعتب على أخوي الشيخ ياسر أنه هو بيحسن الظن بهؤلاء، يعني بيظن أنهم يعني محترمين، وأنهم هيبرزوا كلامه، وأنه هو هيصل لمجموعة من الناس، ولكن هم في الواقع بيجيبوا قدام المجموعة الكبيرة من الناس يعني من أجل يعني أن يطعن فيه وأن يشويهه. وده اللي حدث بالفعل مع الشيخ ياسر ومع اخونا اشرف سامي. الشيخ اشرف. فانا بنصح الاخوه عموما، وانا عجبني جدا طريقه الشيخ محمد عبد المقصود، ان هو بيرفض ان يظهر على هذه القنوات لانها غير مؤتمنين على الكلمه، وغير مؤتمنين على الداعيه الاسلامي ان هو يظهر، لانها اسست وبينفق عليها من أجل الصد عن سبيل الله، من أجل إشاعة الفواحش، من أجل تشويه الإسلاميين.
فهو مش هيجيبه حبا فيه أو حبا في منهجه، ولكن بيجيبه بنية تشويهه والطعن فيه. يعني كيف ترى شيخ أن البعض يرى أن الخروج على مثل هذه القنوات يعني يوصلنا إلى شريحة أو قطاع عريض من المستمعين وقطاع عريض من المشاهدين لا نصل إليهم، قد لا يكون يعني القنوات الإسلامية قد تكون أقل شعبية أو غير لا تصل إلى كل يعني والله هتكون فيها البركة، يعني هتكون فيها البركة. ولكن إيه الفايدة أن نظهر على قناة مثلا بيشوفها 50 مليون ولا 100 مليون ولكن مفخخة يعني يعني هو جايبني عشان يشوهني قدام الناس يعني. وأنا أقول إن وده الكلام ده مش موجه للإعلام بس، للإعلام وبعض الدعاة الإسلاميين اللي مع نفس الإعلاميين. يعني لو تصورنا إن هؤلاء الذين يطعنون في الإسلام ويشوهوا صورة الدعاة إن هم يعني لهم غرض يعني في تشويه الدين وتشويه الدعاء إلى الله عز وجل. فأنا ما أحبش أن يكون في حد من الدعاة على الساحة الإسلامية سواء من دعاة السلفيين أو الإخوان المسلمين أو أي فصيل إسلامي أن يكون معهم في نفس الخندق وأنه هو يقول بنفس كلامهم، لأن المؤمن يلتمس المعاذير والمنافق يلتمس العثرات. فطبعا الإبراشي ده ولا اسمه الإبراشي ده بتاع الحلقة بتاع الحلقة يعني. لكن هو شيخ خلينا نناقش الموضوع بعدين هنركز على الإبراشي شوية يعني أخصه بالذكر شوية، لكن أنا عايز يعني أقول البعض بيقول طيب في وجهة نظر تانية بتقول إن خروج مثل خروج المشايخ والأفاضل ورموز الدعوة على مثل هذه القنوات مادة لهذه القناة تثير يعني عندهم زي حاجة بالنسبة لهم حاجة بتعلي القناة وبتخلي فيه مشاهدين أكتر على القناة، فهل ترى هذا الرأي؟ يعني وجود المشايخ على القناة بيثري القناة وبيرفع مستوى مشاهدة القناة ويجيب إعلانات كثيرة للقناة ويكسب القناة وفي المقابل أن هي بقت مؤسسة للصد عن سبيل الله وتشويه الدعاء. دي من وجهة. الوجهة الثانية أن هو ما بيلوش فرصة يدافع عن نفسه، ما بيلوش فرصة أن هو يعرض فكرته. يعني ده بقى يعني لو احنا كده ركزنا مثلا على حلقة الإبراشي، الأستاذ وائل في الحقيقة لم يترك للشيخ يعني المجال الكافي للكلام، مقاطعة بشكل مستمر في أثناء الحوار، فدي ليس من الأمانة في الحوار. يعني هل ده شيخ يعني أنا المفروض كراجل يعني لو أنا بقدم إعلام أو حتى عايز أوجه رسالة ينبغي لما أستضيف ضيف أحترمه وأعطيه فرصة للرد وأعطيه فرصة لبيان رأيه وإنه هو يتكلم عن ده لو هو منصف ولو هو يعني قاصد يعني نصح الجماهير، يعني مش قاصد غشهم وقاصد يعني تشويه صورة الداعية. ولكن في الواقع ان هو له مقاصد خبيثة يعني. يعني وخاصة ان الشيخ يعني بين ان هو وان كنت انا لا اوافق على مروح الشيخ ياسر لشفيق مثلا وانا لم اخبر بذلك ولم اعلم بذلك. ولكن على اي حال حتى لو هو تصرف خطأ يعني والشيخ اعتذر بأنه راح بنية معينة قد يكون مخطئا. ولكن ما يصفش بالخيانة، ما يصفش بالشيخ ياسر معروف بالغيرة الجامدة جدا على الشريعة وبالبذل ليل نهار اللي يشوف اللي قرب الشيخ ياسر يشوف يعني سعيه وجهده ونحسبه يعني على علمه على تقوى الله عز وجل. فهو لو راح فبيدافع، وده الأصل في المسلم حسن الظن، ولكن الأصل عند هؤلاء سوء الظن. وده اشترك فيه مش الإبراشي، اشترك فيه هو وبعض الدعاة اللي على الساحة. وأنا أقول إن رصيد الشيخ ياسر وعلم الناس بحسابه على إخلاص يعني بيبطل يعني هذا الكلام وإن كان مخطئا في هذا التصرف. ولكن وائل إبراشي حاول يصور يعني وائل إبراشي حاول يصور هذا التصرف مش قضية بقى صواب أو خطأ، ده هو بيدور على أنها صفقة وأنها خيانة للأمة وأنها خيانة للثورة وأنها صفقة سياسية. لا هي لو صفقة يحاول لو صفقة يحاول صفقة يعني محمد. يحاول يصور للناس أن هؤلاء الذين الدعاء أو هؤلاء السلفيون الذين يتميزون بالصدق وكذا وكذا عند الناس إنهم يجرون صفقات من تحت الإيه من تحت الترابيزة، يعني هو يحاول يصور للناس الصورة دي من خلال إبرازه لهذه الإيه
لهذا اللقاء أو من هذه المعلومة؟ يعني ليست قضية والله أنا الإبراشي عندي مش يعني لو وقع في ذلك فهو ده منهجه ده فكره ده طريقته ده قناته، ولكن لما الاقي داعية إسلامي بيقول بنفس الكلام إنها صفوة، لا هو مشكلة الداعية الإسلامي ده يعني إن هو يعني طلع مع الإبراشي تاني يوم، يعني أستاذ صفوت حجازي طلع تاني يوم مع الإبراشي في حلقة تالية للحلقة، يعني هو الإبراشي والعلمانيين والليبراليين أقرب للدكتور صفوت من إخوانه السلفيين، وبعدين ما يظنش إنه يطعن في الشيخ ياسر، ويعني إحنا شايفين إن أهل الباطل بيجتمعون، الأحزاب كلها بتجتمع، نعم. وإحنا يعني بنفكر بنقول المفروض في الانتخابات المقبلة الفصائل الإسلامية كلها تكون يعني كأنها فصيل واحد، نعم. خلاص تمحض الإيه الإيمان من النفاق أو من الكفر، فهم كلهم اجتمعوا صف واحد، فإحنا ينبغي علينا أن نجتمع صفا واحدا وأن ننسق في بيننا وأن وأنا قبل كده الدكتور صفوت لما اتكلم برضو على الشيخ ياسر وأنا قلت له عن السلفيين عموما وأنا نصحته قلت له يعني أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، وقلت له قد تحتاج للسلفيين بعد كده، وفعلا احتاجوا للسلفيين، والإخوان يعلمون جيدا أن اللي نجح الدكتور مرسي هم السلفيين، هم يعرفون ذلك جيدا يعني. نعم. فهم احتاجوا فعلا لإخوانهم، وإحنا ملناش يعني بعد ربنا عز وجل إلا بقية إخواننا في وإحنا في مرحلة يعني لو فشل الإخوان هيقولوا فشل الإسلاميون مش هيقولوا فشل الإخوان. فبنصحه مرة ثانية أقول له يعني ما تخبطش في الدكتور ياسر ولا في الدعوة السلفية ولا في إخوانك، والتفريق بين المشايخ لا، ده الشيخ سعيد ما شاء الله وفى وكويس وحلو، والشيخ ياسر لا وحش، والشيخ ياسر كذا، ده اللي كان بيعمله أمن الدولة زمان معنا عشان تفرقة الإخوة ويحصل صدام بين الإخوة أو تفريق، فالناس بيحبوا الشيخ سعيد وبيحبوا الشيخ ياسر، بيحبوا الشيخ محمد إسماعيل، بيحبوا الشيخ أحمد، بيحبوا شيوخ الدعوة الشيخ محمد مقصود الشيخ محمد حسان، اللحمة الإسلامية كلها يعني الناس بتحب كل المشايخ. نعم. ما تحاولش بقى أنك ترفع واحد وتضرب واحد وتظن أن أنت كده منصف، فأقول له اتخ الله في إخوانك وانت يعني وبعدين شيخ ذلك يعني الاصل فيما في المسلم حسن الظن، الاصل فيه انه يخبر بالحقيقه، هو الشيخ اخبرك انه ذهب من اجل حفظ الدماء، هو مش هيكذب يعني، هو اخبرك حتى انه لو ذهب كان مخطئ بس هو ذهب يعني هو ذهب قال لك ان وهو يخبرك انه ذهب من اجل حفظ مصر، خايف على مصر، خايف عليها من الحرب الاهليه، خايف على الاخوان، يدافع عن الاخوان على حاجه للمصلحه، النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع مصالح المسلمين يعني العامه، خايف من رقد الدماء، خايف من الفتنه. طيب انت ليه تقول مثلا ان هو الشيخ ياسر له اراء في الاخوان بانها جماعه فيها انحرافات وفيها هذا وكذا، فلا يمكن ان يذهب يدافع عن الاخوان؟ ايه انه النيه يعني باي نيه تتكلم هذا الكلام يعني؟ يعني لما تذهب تقول ان الشيخ له اراء في الاخوان مثلا معينه، وبالتالي لا يمكن، ليه مش اخوانه؟ هم اخوانه هم مش معصومين يعني، هل هم نعم. معصومين واحنا مش معصومين يعني، نعم. وحتى لو هو له تحفظات على فيما يتعلق في فكر الاخوان او غيره، لكنه ذو في النهايه اخوانه، وهم نعم. اقرب اليه من غيرهم، ولا أيوة شك انهم اقرب اليه من شفيق، ودي نعم. مساله والمساله هي لو كانت صفقه كانت هتبقى من الاول. أيوة. يعني قبل الانتخابات كنا اتفقنا مع شفيق وقلنا له طب ادينا نص الوزارات واحنا وخد نائب من عندنا، ولو هي صفقه كتبها قبل الانتخابات مش ليله النتيجه يعني. ليله النتيجه انا عايز اقول حتى الناس تفكر بعقلانيه يعني، الواحد هو الاول دعاك الى الصفقه، وهي فعلا السيناريو كان على خلاف كده، هو دكتور صفوت وكل الناس تعرف ان السيناريو كان مختلف تماما عما حدث، وان هم كانوا بيجهزوا لشفيق، وان كان يحصل صدام بين الجيش والشعب، والدكتور صفوت بيقول ان الجيش لا يمكن يضرب في الشعب، اقول لهم تنسيت احداث العباسيه ما كانوا بيدبحوا الاخوه اي واحد ملتحي، لدرجه ان خلوا المترو ما يقفش في محطه العباسيه عشان كل اخ واقف على المحطه يتذبح، وانا بطالب الدكتور مرسي الان ان هو يحقق في احداث العباسيه، يشوف الشرطه العسكريه ويشوف بدين ده قائد الشرطه العسكريه في هذا الوقت، ويشوف احداث العباسيه ومسبيره واحداث كل الجرائم دي اللي هي محتاجه استاد بورسعيد وكل الحاجات دي، احنا بنطالب الدكتور مرسي ان هو يحقق فيها يعني، لان ده حق هؤلاء الشهداء والمفروض ان هو ياتي بحقهم يعني. احنا الاستاذ صفوت حجازي في الحقيقه بيقول انا راجل سلفي انتمي الى المنهج السلفي والى منهج القرون الاولى،
السلفي ينبغي أن ينصف، بل السلفي ينبغي أن يصلح بين السلفيين، وأن يكون همزة وصل فيما وهمزة صلح بين الناس والتئام فيما بينهم، لا أن يكون سببا. أنا عايز أنصح الدكتور صفت، يعني طعنه في إخوانه بنقص رصيده، يعني من في شباب الصحوة وشباب السلفي اللي هو يعني مش عايز أقول قد شباب الإخوان، مش أقل من 15 مرات بس هو الإخوان تنظيميا وإداريا، ولكن ككثرة وكعدد وكمنهج وكعلم وكفكر في الدعوة السلفية هو يعلم ذلك جيدا. فأنا بقول له أنت بتنقص رصيدك، وفي ناس من الإخوان كانوا منصفين جدا زي الأستاذ حسين إبراهيم، يعني كان بيتصل ويقول احنا ايد واحدة مش هتسقف، احنا حريصين على حزب النور وعلى الدعوة السلفية على اساس ان يبقوا يشاركونا في الانتخابات، وكلام فيه انصاف وفيه كلام جيد، واحنا قلقانين واحنا يعني انا بستغرب جدا والله الشيخ احمد حقيقة. يعني الشيخ ياسر برهامي بيقول انه ذهب الى الاخوان، اخوانه في الاخوان في هذا في ذاك التوقيت، وقالوا قال لهم احنا عملنا مبادرة مع الجيش، وهي من عدة بنود، واحنا بنقدم هذه المبادره لكم لاجل حفظ الحفاظ على الدماء وكذا وكذا وكذا. فيجي يقول لا ده ما حصلش. انا لا ادري كيف الشيخ استاذ صفوت يقول ان ده ما حصلش. ممكن هو يكون ما يعرفش، هو ما يعرفش مثلا في مجلس مش في القيادات او كده، ولكن ده يتسال عنها مثلا الاستاذ خيرت شاطر بنفسه، يعني هو يشهد ان شاء الله ما يكذبش يعني. نعم. فاحنا بننصحه بنقول له يعني تخلف اخوانك وتخلف شيخ ياسر، الشيخ ياسر له محبة في قلوب الناس، وانت كده بتنقص رصيدك وبتكتر رصيده، لان هي دي مظالم بالنسبة له، ومش هينقص من قدر الشيخ ياسر ان الشيخ صفا تكلم عنه، لان اللي له قبول اكثر وله انتشار اكثر وله محبة في القلوب وله وزن في الصحوة الاسلامية الشيخ ياسر. نعم. فاقول له انت كده زي اللي بيخبط راسه في الحيطة، يعني ما ارفق بنفسك يعني. ده مفروض يعني كمان يعني شيخ يعني ان الانسان يحط نفسه في نفس الخندق زي ما حضرتك اشرت في الاول. انا دلوقتي شايف يعني وائل ابراشي ده يمثل مين ويتبع مين، وايه اللي يخليه يعمل كده ما في حلقه مثل هذا بهذه الطريقه مع الشيخ ياسر برهامي. يعني انا اطلع ثاني يوم مع وائل ابراشي ده شماته بنفس يعني، انا مش عارف صراحه ماذا اسميها يعني. يعني حاجة يعني فعلا أحط نفسي في نفس مع نفس في نفس الخندق وأؤيد كلام الإبراشي وأقول ده صح، ده هم ناس بيعملوا صفقات وهم ناس أصلا يعني عندهم خيانة للأمة، وده كلام؟ لا طبعا. نعم. طيب نرجع تاني برضو لجزئية مهمة احنا تطرقنا إليها، وأنا أحب حضرتك توجهنا وتوجه المستمعين فيها. حضرتك أزدت نصيحة للدعاء ألا يخرجوا على هذه القنوات المشبوهة. طيب بالنسبة للعوام، لعوام الناس، احنا دلوقتي عايزين برضو رسالة لهم ان الإعلام، ما هو دور الإعلام، ما هي حقيقة دور الإعلام، ومن أستقي المعلومة وأخذ المعلومة من مين، ومن أين أخذ الخبر، وكيف أتلقى هذه الأخبار، وكيف أتثبت منها. يعني أنا محتاجين لتوجيه قرآني ومحتاجين وفقا لكتاب والسنة في مثل هذا، في التعامل مع الإعلام الموجه ده والإعلام الذي له أجندات. هو طبعا زي ما أشرنا في بداية الكلام أن القنوات دي أساسا ينفق عليها يعني مبالغ طائلة جدا، وهي بتجيب بتدر لهم يعني زي القنوات اللي شغالة على المعاصي والشهوات والتبرج والعري، فهي يعني الناس بيتجرب شهوات الناس يعني. نعم. فنقول ان هذه القنوات يعني معاول هدم في الأمة، يعني بتهدم الفضيلة، تهدم الحياة، تهدم الغيرة، تغير فكر الناس، بتشكل بتطعن في عقائد الناس، تنشر الليبرالية والعلمانية، وتطعن في ثوابت الإسلام، وتشوه الدعاء إلى الله عز وجل. فنحن نقول لهم يعني عندكم القنوات الإسلامية، والحمد لله يعني في دعاء مخلصين ولهم قبول، فينبغي أن هم يتركوا هذه القنوات العلمانية المعروف من القائم عليها ومن المروج لها، وعليهم بالقنوات الإسلامية، وإن كانت يعني يعني أضعف وأقل جاذبية منها، ولكن كما قلنا إن على الحق نورا يعني. نعم. طيب إحنا لا شك أن هنا مواضيع يعني كثيرة، والمواضيع كثيرة فعلا وساخنة، وتحتاج إلى يعني تدقيق
في النظر في بعض مسائلها. وده واخدنا يا شيخ من موضوع التربية وموضوع المنهج اللي احنا انا كنت عايز بس بالنسبة للشيخ ياسر، يعني انا عايز يعني برضه اقول للشيخ صفوت او غيره من المشايخ او الناس عموما، يعني احنا الحمد لله ما فيش خلافات في الاسكندرية وفي الدعوة السلفية، وكنا زي ما ايام الانتخابات كده مثلا واحد عايز الشيخ حازم وواحد عايز مثلا ابو الفتوح او عايز مثلا الدكتور محمد مرسي او فدي اجتهادات، يعني ما نتصورش ان الدعاة السلفيين او مشايخ دعوة سلفية هيبقوا صورة طبق الاصل، يعني كلهم نسخة واحدة، يعني نعم دي مسألة اجتهادية، واحد شايف ده اصلح واحد شايف ده اصلح. فأيضا مسألة الحزب، يعني ان الناس كانوا شايفين مثلا استمرار دكتور عماد يعني اصلح، وناس شايفة ان مثلا اخونا السيد مصطفى يعني هو اصلح يمسك لا. الحزب. فدي مساله اجتهاديه، مش معناها ان خلاص الدعوه اتفكت في اسكندريه والمشايخ مختلفين والدعوه هتوقع، لا دي امور مستوعبه وهتتحسم يعني ان شاء الله قريب، يعني بس يعني انا ارجو ان هي تتحسم ان شاء الله، يعني انا اخضع لقرار يعني مجلس الامناء، لان مجلس الامناء بحسب اللائحه الموضوع الدعوه السلفيه يعني هو أعلى سلطة في الدعوة، فهو يحسم يعني هذه المسائل أو بالطريقة مثلا يجتمع مثلا الجمعية العمومية للحزب وتختار الآلية المطروحة فما فيش بأس الواحد بيرجع لهم، يعني ما مش انفراد عن الدعوة، هو تعبير عن الرأي، لأنه هو تأخر اجتماع مجلس أمناء الدعوة لتحديد قرار. وأنا طبعا دكتور عماد أنا أعرفه يعني منذ لما كان في الثانوية العامة أو في تانية ثانوي، ويمكن أعرفه أكثر ما أعرف يعني قبل الشيخ ياسر، وأعرف بيته وأعرف إخواته وأعرف بيت فاضل، بيت فاضل أصلاً جدا، واخوه الدكتور عادل عبد الغفور غني عن يعني مع دكتوراه في العلم الحديث من الجامعه الاسلاميه، وكان المشايخ بتوع في اسكندريه في الجامعه الاسلاميه يقولوا ما جاش من مصر الا الدكتور عادل عبد الغفور فاقول ان انا لما انتصر له واقول ان هو احق بالحزب، فده راي شخصي، مش معنى كده ان انا يعني لو مجلس الامناء قرر غير كده ان انا مش هخضع لقرار مجلس الامناء، ولكن يعني عبرت عن وجهتي الخاصه، ولكن يعني اللي يحدده مجلس الامناء احنا كلنا هنخضع له ان شاء الله. جزاك الله خير. هو طبعا احنا الجزئيه دي يعني بنجمل يعني نوضح فيها بعض النقاط. الحزب له اليه في اختيار الرئيس، رئيسه عنده هيئاته، عنده هيئه لجنه، عنده هيئة عليا، عنده مجلس شيوخ، عنده رئيس الحزب، عنده نائب، يعني عنده آليات حتى ايه داخلية لحسم الخلاف الموجود داخل الحزب. والمفترض ان هو يعني انه عنده لوائح اصلا وقوانين داخلية بتحكم هذا الحزب. ودكتور عماد هو احد من وضع هذه اللوائح، وهو احد من شارك في وضع هذه اللوائح في بداية تأسيس أزيز الحزب. فاللجنة شؤون الأحزاب في الحقيقة هتعمل اللائحة، يعني لجنة شؤون الأحزاب التي اختصم إليها الدكتور عماد والطرف الآخر أو الهيئة والدكتور عماد رئيس الحزب والهيئة العليا في الحزب اختصم إلى لجنة شؤون الأحزاب. فاللجنة تعمل اللائحة اللي موجودة، والبعض بيدعي إن في تصريح، يعني الهيئة العليا بتقول إن عندي مادة صريحة مادة 136 بأن الدكتور عماد معين إلى فترة انتقالية، فترة تنتهي بمجلس الشعب والشورى، ثم يجرى الانتخابات على الدكتور عماد وغيره. يعني الدكتور عماد ينتخب من إيه هو يعني الدعوة. لا شك أن الحزب في الحقيقة الذراع السياسية له، وهو يعني ابن من إيه ابن من أبنائه، لكنها لا تدير الحزب، يعني الدعوة لا تدير الحزب. طبعا يعني المجلس الأمناء ومجلس إدارة الدعوة ومجلس الشورى العام للدعوة لا يدير الحزب، الحزب له إيه؟ إداراته الخاصة عشان ما يلتبسش على الناس. صحيح الناس يعني مين ما بيرجعش للشيخ أحمد فريد والشيخ محمد إسماعيل والشيخ ياسر برهامي والشيخ أحمد حطيبة، مشايخ الدعوة مين ما بيرجع لهمش، يعني مين ما بيعتبرهمش القدوة والأسوة وما ينبغي أن يرجع عليه في مسائل في الفصل في القضايا. لكن في النهاية الآليات دي هي بتحكم
إيه الحزب كمؤسسة يعني الحزب كمؤسسة. بس هو الدكتور عماد هو وكيل المؤسسين يعني. هو وكيل المؤسسين فهو الأمر في إيده لحد ما يجرى انتخابات. بالضبط يعني كده. هو القضية كلها في الانتخابات الشيخ محمد يعني. فهو رئيس الحزب حتى تجرى انتخابات مجلس. نعم. فأنا بس عايزين نوضح للمشاهد إن حضرتك مش بتقول إن إحنا بندير الحزب إن مجلس الأمناء مش هو اللي بيدير الحزب. فبس عشان ما يحصلش اللبس يعني. بإضافة إن مجلس الأمناء ذو سلطات كثيرة جدا من فينها الرقابة. لا هو بالنسبة للدعوة. نعم. هو بالنسبة للدعوة. نعم. الحزب طبعا مستقل يعني. نعم. بالإضافة إلى حتة بقى حضرتك أشرت إليها في منتهى الأهمية وهي قضية أننا عندنا آلية لحسم الخلاف يعني إحنا. نعم. الخلاف بيننا في دائرة الخلاف السائغ في لائحة عندنا وفي وهي دائرة في والإخوة بينهم المشايخ الدعوة يعني الخاصة الستة الكبار اللي هم الأمناء بينهم من المودة والمحبة والتقدير و يعني مش مشكلة رفقاء الضرب يا شيخ والمحابس والمباحث والمباحث يعني لا انا حتى يعني انا ما اقبلش حد يتكلم على الشيخ ياسر يعني. الشيخ ياسر انا بعتقد انه من اولياء الله يعني احسبه كذلك يعني على علم وعلى احسبه على تقوى ودأب في الدعوة ومن اقرب الناس لقلبي ومن بيتي يعني. نعم. يعني هو حتى بيقول انا بعتبر ولادك ولادي يعني ببقى لأن فعلا هو كان بيحضروا دروس وكده ومحمد ابني يعني مرتبط بيه فالشيخ ياسر الوضع خاص يعني عندي. نعم. وانا اظن نفس الامر يعني وهو لو سمعنا يخش بمداخلة يعني. نعم. عشان الناس بتظن ان في خلافات بين المشايخ. نعم. فما فيش خلافات يعني. لا ده في مشكله دلوقتي يا شيخ احمد صراحه يعني انا هذا أو انقلها لحضرتك وانقل لك نبض الشارع معاها يعني. ان مجلس الامناء بيجتمع كم اجتمع مجلس الأمة منذ 40 عاما يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله. مجلس الأمة ده كان مجلس الإدارة القديم للدعوة يعني اجتمع كتير جدا وكان بينكم اكيد خلافات في وجهات النظر. احيانا بتحصل خلافات وفي الاخر بتاخدوا قرار ما بنشوف بعض بتنتهي يعني وفي النهاية بتاخدوا قرار ويلتئم الجرح وبتعدي الامور بفضل الله. طيب الخلافات دي دلوقتي بينكم بتتصعد على الفضائيات وبتخش في اطار تنقل الى الصحف والمجلات وده بيصيب كثير من احبابكم. ما ظنش ان حد من الاخوة الكبار ممكن ناس من الاتباع من المتعصبة. نعم. يعني كل واحد بيبقى له مثلا ناس تبع الشيخ ياسر ناس تبع الشيخ سعيد يعني كانهم تلاميذ او محبين اظن ان هم اللي بيصعدوا هم اللي بيعملوا الخلافات ولكن المشايخ ما اظنش يعني احنا بنفاجئ يا شيخ مثلا ان مجلس الامناء يعني الخبر ينتقل هنا او ينتقل هنا هو مش سر الحاجات كلها مش اسرار بس انا بقول ان مفروض دايره الخلاف تبقى داخل الاطار الاداري يعني اي اجتماع اداري. نعم. بيبقى فيه خلاف وجهات النظر لا ناخد القرار ده ناخد القرار ده وفي الاخر بنخرج بقرار لكن لما يبقى الاجتماع بالخلاف بيصعد فيه اعلاميا هو ده اللي بيعمل بيظن بيه المستمع ايه هذه في مشكله كبيره في مجلس الامناء والشيخ فلان قال والشيخ لا هي مسائل اجتهاديه وبتعدي يعني هو في الحقيقه يعني الكلام ده كله تصعيد اعلامي وكل ده كلام اصلا ليس له اصل يعني هم الليبراليين والعلمانيين الاعلام الليبرالي عايز يبين للناس ان اصلا احنا شايف اليوم السابع وجريده الوطن ومش عارف مركزين قوي يعني على الموضوع تركيز شديد جدا لدرجه ان ممكن يبقى ايه عايزين ينقلوا مباشر الاجتماعات يعني ولو هو في اخبار ساره مثلا اجتماع الاخوه وزوال الخلاف وكده مش هتلاقي نفس الاهتمام يعني. نعم. فانا اقول ان احنا ايه بنطمن إخواننا أولا في الدعوة السلفية إن المشايخ يعني الحمد لله على قلب رجل واحد وإن الخلافات في مسائل اجتهادية يعني ما تفسد لا تفسد لود قضية لا تفسد لود قضية وإن المشايخ الحمد لله على قلب رجل واحد وإن الدعوة بخير والحزب بخير يعني والناس لما اختارت يعني حزب النور مش عشان مثلا رئيسه دكتور عماد أو غيره فهو لأنه هو بيمثل اتجاه المنهج نعم ويمثل المنهج يعني فهو الحزب إن شاء الله بخير وباقي يعني بإذن الله والأفراد يتغيرون يعني نعم ده هو شيخ إحنا بنقول يعني يمكن الحمد لله الدعوة السلفية هم عايزين يقولوا الدعوة السلفية السكندرية دايما عايزين يبقى في ناس كده نفسها تبقى الدعوة السلفية السكندرية والدعوة السلفية القاهرية والدعوة السلفية الدقهلوية يعني على رأيي ربنا مثلا للشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي والشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد المقصود يعني ما يعني الدعوة السلفية هي ولاء للعقيدة والمنهج والفكر. نعم. والعلماء السلف اللي هم عبر القرون
فما نتربش مثلا ما الناس ما تربش في اسكندرية ولا مثلا للشيخ ياسر أو الشيخ سعيد أو الشيخ محمد في القاهرة للشيخ محمد المقصود أو الشيخ نشأت أو الناس بتتربى على الولاء للمنهج. المفروض ينبغي أن تكون التربية على الولاء، وده هنتكلم فيه بالتفصيل في مسائل التربية. بحيث أن يكون نحن كسلفيين عموما ولاءنا للعقيدة أهل السنة والمنهج أهل السنة وعلماء أهل السنة زي الإمام أحمد وزي إسحاق بن راهوي وابن مبارك وشيخ سام تيمية وابن القيم وابن رجب ومحمد بن عبد الوهاب اللي هو علماء السلف على مر العصور وكر الظهور. فبكده هتجد ما فيش، ولكن اللي عايز بقى يبين أن السلفيين دول يعني طرائق قددة يقول لك ده في الدقهليه والدقهلويه لا يعني ما ينبغيش ان كلنا ما يعني والكفراويه نسبه لكفر الشيخ بقى وهم محاوله التقسيم، يعني محاوله بذر او نشر بذور الشقاق. يعني لا، احنا المفروض المؤمن يحب ان هو الناس تجتمع والناس تتالف وما فيش فرق بال، يعني ايه الفرق بيننا وبين اخواننا مثلا في المنصوره مثلا او لا؟ ده انا اعرف جيدا يا شيخ ان الشيخ ابو اسحاق كان يدل تلاميذه على الحضور للشيخ محمد اسماعيل وللشيخ احمد فريد وللشيخ الشيخ ياسر برهاني والعكس بالعكس. يعني بفضل الله يعني المساله هي فكر ومنهج وعقيده. في حديث الذكريات اتكلمنا عن الشيخ محمد حسان والشيخ ابو اسحاق والشيخ يعني. طب احنا معنا مداخلة مع أخونا أبو عبد الرزاق من سوريا. أتفضل أخ عبد الرزاق. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. تحياتنا للشيخ أحمد. الله يبارك. بارك الله فيكم. الله يكرمك. جزاكم الله خير على إحسان الظن بالناس والولاء لأهل السنة. نعم. شيخنا أريد أن أجعل بصمة لي في برنامجكم هذه وفي الحلقة. أخوكم من سوريا يناديكم أن تدعوا لأهل سوريا، فلقد سبيت نساؤنا وانتهكت أعراضنا وقتل أطفالنا وشيابنا وشيبنا، فأرجو منكم الدعاء وحث العلماء وحث القادة على أن يفعلوا شيئا لأهل سوريا، فوالله الذي لا إله غيره لقد فعل فينا ما فعل في أحد، ولا فعل المجوس في أهل سوريا ولا يوم أن احتل الفرنسيين أهل سوريا، فأرجو منكم الدعاء لنا وحث الناس على فعل الخير وعلى أن يفعلوا شيئا لنا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. وفيك بارك شيخ. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. هو أخونا هذا المحور مهم جدا. محور مهم، احنا كنا ننسى نتكلم عنه. يعني محور سوريا. الأول أنا بحيي أخويا أبو عبد الرزاق. واحنا مصر وسوريا خصوصا بينهم كده حب على مر التاريخ، مش بس من ايام الثوره ايام جمال عبد الناصر والوحده بين مصر وسوريا، ولكن ايام ابن تيميه الشيخ سام تيميه في صد التتار، ايام قطز وبيبرس وفي صد يعني الصليبيين. فدائما مصر وسوريا يعني حتى لحمة واحدة. نعم. تحس ان احنا والسوريين كده حاجة واحدة. فاحنا فعلا هو طبعا دعوة سلفية عاملة أمة واحدة في جمع التبرعات وهي فضل الله حملة موفقة. وهو في أخبار مؤكدة جدا برضو ان في طرق سليمة للذهاب إلى سوريا. وده مش سر يعني. وإن كانوا هم مش محتاجين أشخاص بقدر ما هم محتاجين مال ومحتاجين سلاح ومحتاجين معونة حقيقية، لأن هم بيقتلوا ما زالوا بالأسلحة الخفيفة غالبا يعني، والتانيين بالقنابل بالطيارات. شيخ المشكلة كلها فعلا في الطيران، يعني يبنوا براميل إن هم عندهمش صواريخ مضادة للطيارات، وهم في مشكلة في الطيران الإيه في القتال بسبب الطيران السوري اللي بيقصف المدن والقرى وبيقتل النساء والأطفال والشيوخ ولا يفرق بين أحد. فعلا يعني إجرام بكل ما تعني كلمة. طيب هي الإجرام حاجة زي كده، مش يعني هو الجيش السوري ده مش جيش، ده صبار، ده ناس أفراد يعني. يعني هو اسمه جيش كده مجازا، ولكن الجيش محتاج جيش، يعني محتاج جيش يواجهه، لأن جيش مثلا بدبابات وطيارات ما امسكش انا مدافع يعني خفيفه، ما امسكش رشاشات يعني، لازم معايا صواريخ. انا ليه اعتبر على الدكتور مرسي في الامم المتحده يقول لا للتدخل الاجنبي؟ يعني كلام ظهره
البطولة، ولكن أنا أقول لا، إحنا عايزين تدخل يعني عربي، مش عايزين أجنبي. بلاش أجنبي يعني، هو لا مش عايزين تدخل أجنبي، إحنا عايزين تدخل عربي إسلامي. يتدخلوا سلاح، يا إما تفتحوا باب الجهاد. يعني أنا نفسي كده يعني أردوغان والدكتور مرسي وحكام العرب كده والمسلمين يعني يلوحوا حتى بالجهاد كده. هقول لك خايفين من إيران أو إيران هتعمل، طب ما تعمل مش مشكلة. لا ده إيران بتعمل حضرتك، هي كده كده بتخطر إيران أصلا. لا بصراحة جهارا نهارا بتبعث من قوات الحرس الثوري جهارا نهارا، وبتبعث أسلحة جهارا نهارا. السلاح كله جاي منين؟ وحزب اللات، حزب اللات والعزة اللي من سوريا ده اللي في لبنان أيضا يدخل جهارا نهارا ويبعث بجنود. طيب بآلاف الجنود يعني الشيعة واقفين صف واحد خلف الكلب بيقاتلوا خلف الأسد، وإحنا أهل السنة مكتوف الأيدي نقول لا للتدخل الأجنبي ومفيش تدخل عربي ومفيش. طب احنا نصبر لحد امتى يعني؟ كل يوم كانوا بيموتوا 20 30 40 شيخ، دلوقتي بقى 100 200 300 يوميا. ده ما بيقلش دلوقتي، ما بيقلش يوميا عدد القتلى عن 200 عن 300 يعني. انا حتى بيقولوا احصائيات من بدايه الثوره 30 ألف، انا بقول الكلام ده مغلوط، انا اظن انه مش اقل من 300 ألف. الكلام ده كله كذب يعني. ايه 30 ألف لما كل يوم 20 و 200 و 300 و 150 غير المفقودين يا شيخ، غير المفقودين الذين لا يصلون اليهم. الجريح اللي بيخش المستشفى بيقتلوه يعني. حتى احد اخواننا السوريين بيقول ان واحد دخل كان في حادثه ودخل يتعالج في المستشفى، ضربوه بالرصاصه في دماغه وقال له ده انتوا جايبينه ميت. هم قتلوه، واحد في حادثه داخل رجله مكسوره ولا ايده مكسوره. فهم بيتقربون الى الله في زعمهم بالإب الدماء ان هم قتل اهل السنه. احنا عايزين الناس يعني نذلهم يا شيخنا على تحرك واضح، ان احنا نقول لهم مثلا شاركوا في حمله امه واحده التي تدعمها الدعوه السلفيه. لاننا في الحقيقه نشارك اخواننا في يعني ابتعاث الاطباء الى سوريا، وبنعينهم بكل ممكن ومستطاع. يعني عايزين اخواننا يساعدونا في حمله امه واحده. ومعروف يعني لو تابعوا جريده الفتح، بفضل الله جريده الفتح الاسبوعيه، هيجدوا اعلان دائم عن الحمله وعن ارقام الحمله وعن ما يتعلق بها من تفاصيل. واحنا قبل كده في حلقه من الحلقات حطينا الارقام كلها يعني خاصه بالحمله، عشان يبقى فيه تواصل ويبقى فيه رد فعل. لازم في دعم حقيقي يعني. احنا دلوقتي يعني اكثر المساجد يعني في بلاد، مش اقول في مصر بس، في بلاد المسلمين، لا يعني في وادي، واخواننا في سوريا في وادي، حتى الدعاء يبخلون بالدعاء يعني. لا. المفروض كل صلاة ندعي، ده أضعف الإيمان أنك تدعي يعني مستخسر خمس دقائق دعاء لإخوانك في سوريا اللي بيقتلوا ويذبحوا وتنتهك أعراضهم يعني. فأنا أدعو كل إخواني من أئمة المساجد، في كل من يسمعني، أنه هو يدعو لإخواني في سوريا، وهم بيحسوا بهذا الدعاء، بيقولوا بيحس بالرحمة وبيحس بالسكينة مع الدعاء. الأمر الثاني اللي يقدر يساهم بمال، اللي يقدر يروح بنفسه، اللي يقدر يعني يرسل سلاح، لازم ينصر إخوانه بكل ما أتي من قوة، وإلا نترك يعني إخواننا أهل السنة للشيعة يذبحونهم. ورسالة إلى الشيخ عزيز، رسالة إلى الرؤساء العرب، إلى رؤساء الدول الإسلامية، لا يمكن أن تقفوا هذا الموقف السلبي، ولابد من ضغط كبير جدا سياسي من أجل الوصول إلى نتائج واضحة على الأرض. يعني مش معقولة، كله مش معقولة يعني إن إحنا بنشوف إيران تتحرك بهذه الطريقة في العراق. انظروا ماذا فعلت إيران في العراق، ثم هي الآن تتحول إلى سوريا. إلى متى ننتظر نحن ونصبر ونسكت؟ إلى متى؟ لابد أن يكون للرؤساء طبعًا الدول العربية دور فعال. تعرف لو حتى لوحوا بالجهاد، بس احنا هنجاهد، احنا نرسل مجاهدين، التانيين هيخافوا. نعم. لان هم جبناء يعني. والله جل يبين يعني قوة اهل الاسلام، قال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. نعم. فدول يعني اكثر من اليهود والنصارى. والله يا شيخ هذا الكلام الذي تذكره يعني يؤكد ما يذكر لنا بعض اخواننا ممن يعني لهم شيء من التواصل، ان هم بيقولوا ان الاخوه في الجيش السوري بالرغم من ضعف الامكانيات وقله الاسلحه، لكنهم على ارض الميدان بفضل اجل منه يكتسحون الارض. يعني لما في مواجهه ما المشكله في الطيران يعني، هم على الارض. لكن المواجهه بين بطل السني ده وبين
الشيء تفتري كمان طبعا المجرم ده كده. بفضل الله بتبقى في بفضل الله لمصلحة الأخ الثابت صاحب الحق. بيحكي لي احد الاخوه في القناه بتاعت الجيش السوري الحر، يعني بيقول انه واحد كان ماشي مع زوجته وبعدين قتلوا الرجل وبيخطفوا زوجته، بيقول دخل عليهم اخ زي الاسد فقتلهم واخد الاخت، واخد الاخت من ايديهم زي الاسود يعني ما شاء الله الحمد لله. بس طبعا هم، انا بقول لاهل سوريا انتم افضل مننا، يعني بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم قال صفة الله من ارض الشام وفيها خيرته من عباده. يعني الاخوه السوريين تحس ان فيهم شهامه وبطوله وصبر وجلد، ويبتلى المرء على قدر دينه. وليس معنى ذلك نحن نتركهم، بل يجب علينا ان ننصرهم، وهم منتصرون منتصرون، ولكن المشكلة ان هي بالاسلحة الخفيفة بيطول الامد، يعني بدل ما يخلصوا عليهم. يعني هم الاخوة بيقولوا لو معانا اسلحة ثقيلة، ده والله يا شيخ لا يعني حضرتك بيقولوا كانوا بيقولوا اعطونا على كل طائرة الاول صاروخا مضادا للطائرات، يعني فكان مثلا عايزين 1000 صاروخ. دلوقتي في اخر تصريحات لبعض رموز هذا الجيش السوري الحر بيقولون طب احنا ما نريد على كل طائرة صاروخ، احنا نريد 100 صاروخ. أعطونا 100 صاروخ وسوف كل 10 نغير صاروخ، يعني كل 10 سوف نغير مجرى الحرب تماما. ولذلك ما نقول لتركيا افتحي الطريق، افتحي الطريق لدخول هذه الأسلحة لإخواننا. هي تركيا يبدو الحلف الأطلنطي أو بتاع مكتفها أو كده، مش قد يكون أمر سياسي، لكن بقول لحضرتك يعني أن هو يستطيع يملك أن يفتح الطريق ل احنا بنخاطب طبعا تركيا بأن هي يعني واجب عليها نصرة، وان الحكام المسلمين وحكام العرب سوف يسالون يعني عما يحدث في سوريا، فينبغي ان يعدوا لهذا السؤال جوابا، يعني سوف يسالهم الله عز وجل يعني عن هذا الخذلان لاخواننا في سوريا. ينبغي عليهم ان يسعوا، لان القضيه مش قضيه يعني افراد مع حكومات، لابد ان يكون حكومات مع حكومات وجيش مع جيش. نعم. فيفتح باب التبرع للجهاد لتحرير سوريا في بلاد المسلمين. واحنا خايفين من ايه؟ يعني احنا مش في زمن حسني مبارك، يعني لا خلاص انتهى زمن الطواغيت، واحنا دلوقتي بنتنفس يعني هواء الحريه وقدر من التمكين. فينبغي الا تكون المواقف يعني هي نفس المواقف ايام حسني مبارك، ان احنا بنتالم وان احنا زعلانين على سوريا وان احنا ما بننامش الليل عشان سوريا. طيب فين المواقف العمليه؟ فاحنا بنطالب الدكتور مرسي وغيره من حكام المسلمين ان هم يكون لهم مواقف اكثر حسما. جزاك الله خير يا شيخ. يعني يمكن المواضيع في الحلقه مواضيع كلها، بس يعني كان في موضوع مهم برضه عايز اشير له باقي كثير. طيب ولا انا خلاص الحلقه توشك ان تنتهي وفضل لنا 5 دقائق. انا كنت حاطط على حضرتك سؤال، لو حضرتك مش عايز تقول حاجه طب قول السؤال. اهم من سؤال اتفضل. هو انا بس يعني بنصح اخواني ان احنا ايه انشغلنا كتير بالكلام في السياسه ومش كلنا اعضاء في مجلس الشعب المنحل حاليا ولا في مجلس الشورى والكلام عن الحزب والكلام. انا عايز ايه يعني رجوع يعني الى الايه العبادات والطاعات. مش معنى ان احنا نسيب الزراع السياسي، لا هم الناس اللي شايلين السياسه والحزب هم ايه يعني في عملهم واحنا عايزين نبدا يعني احنا داخلين على موسم جديد من مواسم المغفره والرحمه ومن مواسم العباده وموسم العشر وموسم الحج. واذا كان كلام قبل اوانه، ولكن ينبغي ان نستعد يعني نفس الرجوع للمسجد. يا شيخ احنا محتاجين نرجع للمسجد، نرجع للدروس، نرجع للعلم، نرجع للصلاة، للعبادة، للذكر، للذكر، للعبادات التي كانت في المسجد. هي المسجد ده هو المنطلق وهو المعين الذي نستمد منه القوة لاستكمال المسير إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان في السياسة ولا في الحياة الدعوية ولا في كل مجالات العمل الدعوي. يعني احنا محتاجين دروس العلم والعبادات الفردية. يعني الواحد مننا اذا كان مثلا بيعدي عليه الاثنين والخميس ما يصومش، يعدي عليه الثلاث ايام في الشهر ما يصومش، يعني اذا كان كل يوم بيصحى على اذان الفجر لو كان بيصحى الفجر. يعني كما قالوا يعني ان يعني من علامه من غرق في الذنوب الا ينشرح صدره لقيام الليل وصيام النهار. فاذا كان الواحد مننا يعني بتعدي الايام وهو الايام كلها زي بعضها فيش صيام وما فيش قيام، بيبقى يعلم ان هو غرقان في الذنوب، لان الواحد ما بيحسش ان هو ايه
يعني بعد عن ربنا، لان زي اللي بيشم الغاز بتاع البوتاجاز او غاز سام ما بيحسش انه بيشم غاز سام لحد خلاص بقى بتبقى خد على كده خلاص يعني، زي اللي عايش في جو كله تبرج وكله ما بيتاثرش بقى خلاص يعني قلبه مات يعني. فاحنا عايزين نرجع لعبادتنا، عايزين كل واحد مننا يشوف له ورد قراني، يشوف فيها قيام ليل ولو قسط بسيط يعني من الليل، ولكن يداوم عليه الصيام ينبغي على الاقل يكون بيصوم الاثنين والخميس. نعم. يعني فاحنا مقبلين على ايام يعني العلماء فضلوا بينها وبين العشر الاواخر من رمضان. يعني ابن القيم لما في شرح حديث ما من ايام العمل الصالح فيها احب اضاع عز وجل من هذه الايام، يعني ايام العشر، قيل ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فابن القيم يقول ان ايام العشر الاوائل من ذي الحجه افضل من ايام العشر الاواخر من رمضان، وليالي العشر الاواخر من رمضان افضل من ليالي العشر الاوائل من ذي الحجه. فاحنا عايزين زي ما كنا بنقول نجهز لرمضان ونحضر قلوبنا ونستعد بطاعات والعبادات، حتى عشان يقل الكلام يعني الكلام عن الابراج والكلام عن السياسه نرجع للذكر وللعباده. احنا لنا حلقات خاصه مع موضوع العشر اوائل من، لازم ناخد حلقه خاصه بالعشر اوائل من ذي الحجه ونظبط يعني نتكلم في موضوع في غايه الاهميه. الكلام يعني كثير في في السياسه وفي الحلقات. طيب يعني هو الوقت يعني للاسف الوقت بينسحب يا شيخ من تحت ايدينا، والكلام مع حضرتك كلام ماتع يعني. ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بك المسلمين. ولا نملك في النهاية إلا نشكرك شيخنا الشيخ أحمد فريد على ما قدم، جزاك الله خيرا ونفع الله بك ورفع الله قدرك. إخواننا وأخواتنا جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، على عدة بإذن الله تبارك وتعالى بلقاء في حلقات قادمة. ولا ننسى نشكر يعني فريق البرنامج وفريق الإعداد وأخونا محمد سمير وكل اللي معاه من جهاز الإخراج وأخونا محمد عقل والتصوير وأخونا محمد عقل يعني مهندس القناة. جزاكم الله خيرا ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.